فلسفة التدرج في العقوبات فيما يتعلق بالنفط الخام وصولا إلى هذه المشتقات، ما هي الفلسفة؟ بعد تحية لك وللمشاهدين، الآن يحتدم الصراع الاقتصادي ما بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والجي 7 من ناحية أخرى. بداية بدأ في ديسمبر من الحظر على النفط الروسي، والآن يستمر إلى أن يصل المنتجات النفطية المكررة، وأيضا تترافق مع سقوف سعرية يصل إلى 100 دولار لبرميل الديزل و 45 دولار للمشتقات الأقل سعرا مثل النفط وزيت الوقود. فلذلك هنالك أضرار على جميع الجهات. يعتقد بأنه الآن مخزونات أوروبا ممتلئة من الديزل، إلا أنه قد يكون هنالك شح في هذه المخزونات في مطلع الصيف، ولذلك أعتقد بأنه سيكون هنالك أزمة حقيقية في أوروبا بشأن أسعار الديزل. تقصد أن العقوبة المرتبطة بالمشتقات النفطية جاءت بناء على امتلاء الخزانات أو المخازن الأوروبية بهذه المشتقات؟ هذه العقوبة كانت ضمن الحزمة الماضية من العقوبات وكان مخططا لها، هي فعلت اليوم أن تنفذ أو على الأقل ستفعل الأحد اعتبارا من غدا سيتم تفعيلها. نعم صحيح، ومن ضمن سقوف سعرية، لكن الهدف الأساسي من هذا الأمر هو تقليص إيرادات روسيا ومحاولة منعها من إكمال حربها على أوكرانيا. أعتقد أن هذا الهدف لم يحدد لغاية الآن، أو لم يتم السيطرة على الإمكانيات الروسية الضخمة. ما زالت روسيا تصدر نفطها إلى العالم، النقص في الإمدادات الروسية لا يتجاوز 700 ألف برميل، عدا المتوقع كان أنه يصل إلى 3 مليون برميل. لذلك الإيرادات الروسية من النفط هي تغطي الموازنة الروسية لغاية الآن، وأعتقد بأن هذا لن يمنع روسيا من إكمال حربها على أوكرانيا. نعم. طيب، الحديث عن الدول الوسيطة، أين هي في هذه الأزمة؟ الدول الوسيطة التي تأخذ النفط الخام الروسي وتعيد تصدير المشتقات النفطية إلى أوروبا، ما هي الحيلة في ذلك؟ كيف ينظر إليها العالم الغربي الموقع على هذه العقوبات؟ نعم، أعتقد بأنه هذه لعبة الأمم، وهنالك دول مستفيدة من هذه الخطوات الأوروبية ومن الجي 7. هنالك دول استفادت بشكل كبير من إعادة تصدير النفط أو تكريره وتصديره كمنتجات، مثل الصين والهند ويعني بعض الدول الأخرى مثل تركيا مثلا. فهذه الدول استفادت كثيرا من هذا الأمر. المصافي في الهند مثلا تعمل الآن بكامل طاقتها الإنتاجية، ويعني حققت أرباح غير مسبوقة نهائيا، لأنه تعيد بيع النفط كمنتجات لأوروبا وللولايات المتحدة. نفس الدول التي حظرت النفط الروسي هي الآن تشتري لكن بطرق أخرى. فهذا الأمر يعني أمر محير، ما الفائدة المرجوة منه؟ هل الفائدة هي يعني تقديم فائدة لدول مثل الهند والصين وفقط على حساب مضرة حتى المواطنين في الاتحاد الأوروبي وفي روسيا؟ الاتحاد الأوروبي الآن متضرر من أسعار مرتفعة، وسيتضرر أكثر في المستقبل من أسعار مرتفعة أيضا. نعلم أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة طيلة العام الحالي على الاتحاد الأوروبي وعلى العالم. الاقتصاد العالمي كله يتأثر الآن من هذه الخطوات ومن حزم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. دكتور عامر، شكل هذا التأثر لأن روسيا كان أسرع رد لها بعد تفعيل هذه العقوبة التي ستطبق في الغد أن الأسواق النفط العالمية سوف تتأثر بهذا المستجد، شكل هذا التأثر؟ نعم، الآن خارطة تجارة النفط والمشتقات النفطية تتغير في العالم. المنتجات الروسية ستذهب إلى دول منها أفريقيا ومنها في آسيا بأسعار أقل، هناك فائدة لهذه البلدان، لكن حاجة أوروبا ستأخذها من دول الخليج من المنتجات النفطية. فهناك إعادة تكوين لخارطة التجارة العالمية بالتأكيد سيكون لها فترة مخاض وأضرار على الاقتصاد العالمي، والتدخل في التجارة العالمية المقصود من التصريح الروسي هو التدخل من الاتحاد الأوروبي والجي 7 في منظومة التجارة الحرة العالمية، لأنه أن تحدد ثمن بضائع تخضع للسوق الحر هذا أمر مستهجن وغريب والأول من نوعه.